البروستاتا. وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتخلق من 50-60% من السائل المنوي. ولازم نفرق ما بين السائل المنوي والحيوانات المنوية. الفرق ما بين السائل المنوي والحيوانات المنوية زي الفرق ما بين البحر والسمك. السمك جوه البحر، بس مش معنى ان في مشكلة في السمك يبقى البحر هو اللي فيه مشكلة. فالبروستاتا هي المسؤول عن البحر اللي هو السائل المنوي، اما السمك اللي هو الحيوانات المنوية فاللي مسؤول عنه هو الخصيتين، او هو ده مصنع الحيوانات المنوية. فبالتالي لو عندنا مشكلة في الحيوانات المنوية يبقى البروستاتا مالهاش دعوة، ولو عندنا مشكلة في كمية السائل المنوي يبقى الارتباط مرتبط بارتباط وثيق مع البروستاتا.